في وسط الصحراء. من أقدم المدن هيا في الجزائر. مدينة لها طابع فريد يختلف عن كل المدن الجزائرية. This is the most unique. حتى في العالم بأكمله كل جزء منها له تاريخ يعود لمئات السنين. تبنت في القرن 11 الميلادي. سكانها حافظوا على ثقافتها. أرضيت ومثل الحضارات ومثل الأصالات ومثل خل حسابات الجيران خصني اللي تمنيت لنولي لنولي. من عمران إلى لباس تقليدي. مرحبا بكم في غردايا. أول حاجة نديروها نلبسوا لباس تقليدي تاعهم. هنا اللباس في غردايا متكون من ثلاث حاجات: تشاشيت، هذه الشاشية بيضاء، السراويل هي السروال، السروال هذا الدليوة ودعباء بيضاء وشاشية بيضاء في المساجد. تحس بالراحة به كي تعود لابسها. الراحة هي. حنا نقولوا بدليوة وهما يسميوها سروال عرب ولا سروال تاع بني مزار. تسمى كامل الألبسة اللي عندك سراول كيما هذا النوع يتبدلوا في الألوان برك. يتبدلوا في الألوان برك. هنا في غردايا بحكم أنه عندهم الحرمة لما يبداوا السكنات يخلصوا المحلات علاه؟ لأنه راح يكونوا نساء هنا يمشيوا، ما مصلحش أن يكون شارع فيه الناس تشري والناس اللي تسكن يتخلطوا في بعضها. شوف هذا هنايا محل يبيعوا جهاز تاع الناس اللي راح تتزوج، عريس ولا عروسه، كل رود متخصص في حاجه، كاين يبيع حلويات وحده، يبيع القش، بصح كل شيء تلقاوه هنايا. الحاجه المهمه هنا في غردايا اللي لازم تزوروها هي هذا. هذا المبنى اسمه قصر غردايا، هذا هو النواة، اللب، القلب تاع غردايا اللي بناوه في عام 1053، 10 قرون كامله من الحضور، يعني مدينه غردايا تعتبر من اقدم المدن هنايا في الجزائر. شوارع غردايا ممنوع انك تطلع البناء تاعك فوق 7 مترات، يعني عندهم نظام متفقين عليه علاه باش يخليوا النمط العمراني متناسق. وحاجه ثانيه مليحه بزاف، مثلا هذا النافذه هنا شوف كيفاش مغطيه، ما يقدرش واحد يفتح نافذه بدون ما يشاور جارو الثاني، يدي من عنده الموافقه باش يفتحها. شوفوا معايا البيبان هنايا في غردايا، الباب والباب مستحيل تلقاهم مقابلين بعضهم. شوف هذا باب، ما كانش باب هنا مقابله، تلقاه بعيد لهيه، علاه؟ باش ما يكونش الجار مقابل الجار. وحاجة ثانية قالوا لي عليها، أنه لما تدخل في الدار تلقى حوالي 5 مترات تاع كولوار، يعني تاع رواق، علاه؟ باش كيجي واحد فايت، لأنه هذا الشارع يمشي بزاف ناس، ما يقدرش يسمع واش راهو صاري في الدار، فالدار عندها أسرارها. ماذا تمثل لك غردايا؟ غردايا تمثل الحضارة، تمثل الأصالة، تمثل زمن قديم، قصور وديمزاب كلها مفخرة للجزائر. من ناحية أولا الهندسة المعمارية الفريدة من نوعها في العالم، والتي بناها أصحاب المنطقة، يسمون ماشي أثار رومانية أو إغريقية أو عثمانية، أشخاص المنطقة هم الذين بدأوا هذه الحضارة. سؤال، ناس غردايا واش من لغة يحكيو؟ سمعت ميدي يهضروا بصح ما فهمتش واش من لهجة. هنا في وديمزاب هنا نحكيو اللغة الميزابية تومزابت. من خصوصيات الهندسه المعماريه في وادي ميزاب يعني قضيه الواجهه، اما تلقاها مبنيه بالطين والا خاصه في القصر تلقاها مبنيها بالحجر، وكذلك استعمال يعني ظل هذا تقريبا 7 قرون. 7 قرون ممكن هذا انتم تشوفوه شارع عادي لكن ماهوش عادي. علاه؟ من خصوصيات المجتمع في وادي ميزاب الى الان مجتمع يعني محافظ. هذه يعني الدكاكين مثلا كورو كونو يعني خصصها للنساء من اجل يعني التسويق، يعني يمشيوا على هذا الطريق غير نساء ما يمروش الرجال، يعني من اجل التخفيف يعني الاختلاط مع الرجال. هذه من حرمه المجتمع للميزابي. وكذلك نجد لاتيراس يعني الطبق السطحي مخصص طيله النهار الا للنساء فقط، الا في حاله ضروره مثلا هناك اصلاح يعني حاجه الرجل اللي يقول خر حسابات الجيران خصني اللي تمنيت لنولي لنولي. واش معناها باللغه العربيه؟ يعني ان يرد بالكم يا الجيران احنا باغي نطلعوا السطح خلونا الطريق حتى النساء يتخباو، يعني موجود هذه العادات الحمد لله الى الان. هذا هنا بئر تقليدي شحال عمره؟ تقريبا 9 قرون 900 سنه. هذه هنا الشرفه وهي مقر تاع حراسه، من بعد يفتحوا هذوك النوافذ الزوج باش يحرسوا الناس هذا المكان. هذو هنا الناس الكبار في الامر، مثلا راهو طالع هذا الطلعه يستعمل هذه هكا ويطلع معاه حتى يوصل للدار تاعو ولا ينزل المسجد يعاود يرجع. حتى الدروج اللي خادمينهم ارتفاع تاعهم صغير يعني بين درجه ودرجه، رغم انه هذه طلعه كبيره بصح كي تطلعها بالدرجه درجه ما تحسلهاش. انا نعتبر غردايا كانها خليه نحل منظمه، كل جهه قائمه بالواجب تاعها. طلع الشمس مباشره بصلاه المغرب الناس يروحوا هنايا كونديسيون سون دي جون، يعني يكون ماري يروحوا هنا من صلاه المغرب الى حوالي طلع الفجر يكونوا كونتاكت مقر مركزي للتواصل. اي حاجه مثلا قضيه الامن، قضيه الاطفاء، لوبيتال ولا حاجه، يقدموا خدمه انسانيه في سبيل الله للمجتمع. يبقى قاعد هكا ليل كامل؟ لا لا بالعكس، راهم يطلعوا يهبطوا يشوفوا يمشيو يفيروفيو مثلا هذه الكريسيتي واحد لاماس ولا كاش ما لقاو. لا لا يفيروفيو بالتناوب، واحد مثلا قدر الله يعني سارق اي حاجه. انه هذو هما الامن تاع هذه المنطقه.
وهذا النظام لما يكون حاضر تنقص فيه السرقة، تنقص فيه المشاكل، والناس هنا تولي تخاف حتى أنه يديروا حاجة مش مليحة، يروحوا يقضيوا ويخدموا والحياة ماشية. وهذا النظام تاع الحماية موجود فقط في المجتمع الغرداوي، يعني هما الوحيدين في الجزائر عندهم هذا النظام. هذاك بحكم أنه هذو الحيوط هنا جدران قريبة لبعضها وأنا ماشي فيها تحس بالأمان حق، حتى أنك تمشي الشخص اللي راهو جاي منا راك تشوفه على بالك وين رايح وراح يكمل. نقولوا واحد جا هكا نعرفوش أنا شكون ولا شما دار لي، ما يجي يوصل لهيه نقدر نعيط لواحد نقول له في الزنقة فلانية وفي المخرج الفلاني. لحد الآن مصباح وأنا نمشي مش في ناس قاعدين هكا وحدهم ومدارين هكا ويعشوا اللي رايح واللي جاي، والبرود البرود في هذا الشارع أنا والله غير عجبتني غردا. تاع العرجون تاع التمر هذه بالعرجون تاع التمر، الشمس كي تغطى هنا في الحيط كل وحده من هذو النواه هذه دير الظل، كما الظل اللي راه هنا كاع في الحيط نقول واحد 60% الظل ينقص خنا الداخل، والنودر كي تعود تصب الماده تاع الجير هذه ما تريزيستيش على الميديت ياسر، على يديروا هذه انه كي تعود تصب وحده تكثر فوق وحده وحده تكثر يكثروا في الارض، ما ديرش الميديت ياسر في الحيط نقص الميديتي في الحيط. كاين مثل اللي يقول لك كل طرق تؤدي الى روما، لكن في غردايه كل طرق تؤدي الى المسجد. هنا هذا بكري كان فالي واد يعني فيه منحدر، في كل هضبه اختاروا انهم يبنيوا مسجد، مثلا هذا اقدم مسجد في هذا المكان اللي هو المسجد العتيق. عايشوا ندخلوا الان رانا داخلين المسجد، شوف هنا كيفاش يحطوا الاحذيه تاعهم، ها شايفين زي هكا هابطه مايله طلع في هذا الدرور اخرج في المسجد. هنا شوف هنا دايرين المجلس، هذيك اللي هي المحراب، شو اضاءه كيفاش طبيعيه، هنا دايرين جزائر في قلب. وهذا يقول له ما حلو الماء تاع الشراب يعمره من هذا العين، جاي هنا بعد في المسجد شوف هنا تجي تشرب الماء. هذا الماء يجي من الغابه، الناس اللي توصلوا هنا يتوصلوا بالمجان كانه صدقه جاريه. كراسي كيفاش يعلقوهم هنا دايرين حطبه ويعلقوا عليها، حافظين على التقاليد. هذه اللوحه تاع التدشين قديمه بزاف، شوف الباب كيفاش مداير، الدرجات كيفاش مدايرين، الزربيه قاصينا على حساب المسجد. في الماضي واد مزاب الواد اللي مسمين عليه المدينه ما كانش فيه نخيل، ما كانتش واحه، بحكم انه هذا المسجد هو اول مسجد هنا منين كانوا يجيبوا الخشب باش يبنيوا هذا السطح. هي سدرتها ورجلان ولا من جهه توكرت ودريق على 200 و 400 كيلومتر فوق الجمال فوق القوافل حتى يلحقوا لهنا، كان واحد السيستم بعد نعتوا لكم فيها واحد الكعر منا ولا منا يقرنوهم فوق الجمال هذيك ويجيبوهم حتى لهنا، وفيها النوع تاع النخله ثاني ماشي اي نخله تصلح تبني بها، الوقت اللي تنحى فيها النخله باش تحكم 1000 سنه بالمزابيه نقولوا لها 8000 هي 1000 سنة يسمى تحكم 1000 سنة. طلعنا من التحت جينا هنايا شوفوا واش حاطين في الدروج، هذا تمر وهذو هنا العلف تاعو، علاش تحطوهم هنا تمر؟ حطوا التمر هنا والعلف، هذه التمر هذه تجي لله في سبيل الله تتمد هنا في الجامع تعطي صدقه للناس، واللي كلا من حبيبات ولا حاجه هنا في الجامع ما يطيش العلفه تاعو يديرها هنا في باجون، نقولوا باجون احسن. وهذو من بعد يتلموا يتباعوا في المسجد هنا، الفائده تاعو الجامع النواه هذه يديوها للمعزه للديار يرحيوها فيها القويات قوي الحليب تاع المعزه، ودرك رانا ندير بها فوائد اخرى في القهوه ثاني يخدموا بها القهوه هنا في غردايه. هاد تقابي هذه تاع الزوج، عندنا الزوج يسكن هنا في الجامع يقولوا بوعود يقعد تما ونديروا له النعمه تاعو تما باش ياكلها، وعنده القصديره تاع الماء تاعو هاي من هي الخضره هذيك. من الزوج عايش معاكم؟ اه كاين الزوج يقولوا بوعود معروف في غردايه بوعود. نحن الآن في عيد الألفية لتأسيس هذه المدينة، جعلنا معرض يخص مؤلفين هذه المنطقة. شوف هنا كان بزاف مخطوطات قديمة قاموا بجعلها ديجيتال رقمية يعني حتى يحافظوا عليها ينشروا الأكبر عدد ممكن باحثين حتى يستغلوها في بحوثهم. المخطوط ورقي لا يمكن نمده للباحث يمكن يخسر، زائد المانيبيلاسيون تاع المخطوط يكبر في العمر ويمكن يقطع، ولهذا ممنوع. وصلين حوالي 14000 مخطوط مصور تصوير رقمي وفيها من الجزائر ومن خارج الجزائر هذه المخطوطات. الله يبارك. مثلا انا حاب نقرا على غردايه وين نلقى هذه المخطوطات وهذه الحاجات في جمعيه الشيخ ابي اسحاق ابراهيم تريش؟ لازم نجي هنا لازم. رانا خرجنا هنايا للسطح تاع المسجد، شوفوا معايا المنظر منا تاع المدينه كيفاش مداير، تشوف كامل مدينه غردايه بانوراميك فيو، تشوف بنيزقن لهيه اتمليشت اتسجن، شوفوا الصومعه تاعو كيفاش مدايره، تشوفوا فيها مايله شويه صح في راكم علاه، هي اولا فيها صومعه صغيره وصومعه كبيره صح، هذه صغيره هذه صغيره تبنت في القرن 11 الميلادي، في القصر كي كان صغير في الاول كان بنوها قد الحاجه تاعهم، في القرن 16 كي كبرت البلاد عاد الاذان ما يلحقش بنوا الكبيره هذه اسمها مستطيل الشكل مبنيه
الشيشان تتضعضع بالريح. هنا كاين ريح ادو نينوجا، الريح تاع نينوجا يسموها هكذا، تجي قوي جوه الربيع. كاين انسان ولدي وسبحان الله يصلي ركعتين، قراو شويه قران، يلهمهم ربي في الحوايج هادو ياسر، من بينهم الصومعه لهمهم ربي بنوها معوجه ميله مضاده للرياح باش الريح اللي تجي ما تنطعطعش بها. درك راه عندها حوالي 500 عام. وكي يعود الجو بارد يقدروا يصليو مصلين هنايا فوق سطح المسجد، هادو الخطوط حتى يستقيم الصف اتجاه القبله. وفيها ثاني الفوق فيها 114 درجه عدد سور القران الكريم، وفيها الفوق قولوا لها تيب جدار عمود صغير فوق خلاص. هادو فيهم 12 وحده، هي حلقه العزابه، هي الاصل تاع الحلقه هي الكبار هذيك الربعه الكبار هذوك، هي وكيل تاع الجامع والامام والمؤذن والشيخ الحلقه. كل زاويه عندنا شيخ من الحلقه يقري فيها الدراري صغار بكري والاسم باللوحه، وفيها 24 متر طول تاعها. What's your opinion about the city? After being in Algeria, I would say for 4 or 5 days, I would probably say this is the most unique and interesting. It's authentic, not only architecturally, but also because the people here still keep the customs that they've had for 2,000 years. It's unique also because the way they keep their traditions, women, the way they dress inside, the marriage proposals, which actually there's no dating period. They see each other in a picture and then get married. So I find it unique and very different than the rest of Algeria. What impressed me the most is actually what I just heard now, that the way the city was built, they understood the environment and knew how to protect the environment by the way they designed the houses for purposes of light and shade, and also the materials that they used, the outer buildings. So there's a lot of consideration both for the environment and the people who live here. So, for example, the way you walk in the alleys, how you step to one side so you allow the people to walk by. So I'm very impressed. قادرنا وسط غردايا البن يزقن ويرح نشوفه ونغوصه في أزقة هالضيقة. أوكي، والآن رانا داخلين قصر تاع بن يزقن، نكتشفوا ستايل معماري تاعهم وبماذا يختلف عن القصور الأخرى. هنا في شوارع بن يزقن عندهم واحد طريقة تواصل بين الرجل والمرأة. لو يجي شخص مثلا يطبطب على الباب الدار ويكون الراجل ما كانش، تجي المرأة من هذه الفتحة تشوف شكون هذا اللي راهو يدقدق، الا لقيتو راجل دير له حركة باش يبين له بلي راجل الدار راهو ما كانش. هم اللي مشاربين درك المرأة تشوف، تطلب من تم تشوف شكون عايش قدام الدار ودير ضربات بلي راجل غايب في الدار. فمن هذه الفتحة يكون تواصل. الحاج واش كانوا يبنيو هذا بالجير؟ الجير والحجرة. وكيفاش كانوا يوصلوا حتى لهنا؟ بالحبير. بالحمار؟ نعم. حط على ظهره ويجي. نعم. وقلنا قبل في قصر تغردايا كيكون شارع ضيق معناها طريق تاع النساء. لا ما كانش هنا، ماشي نفس السيستم. لا ماشيش نوف هنا، مش كيما في غردايا لهيه. قصر تغردايا كان مغطي، اما هادو يديروا هذا البارودانج، هذا الغطاء. ولا شوف هنا فوسمو في غردايا الفوق شفنا نافذه فيها حاجه كتغطيها، بصح هنا ما كانش. هنا ما كانش. علاش؟ هكذا كل واحد وستيل تاعو. نعم. ايوا، لو واحد يحب يجي من برا يخطب مثلا فتاه من هنايا ما يقبلوش. نعم. ما تصراش، خلاص 0%. نعم. حنا نجيبو مسح ما مدوش، باش خاطر كي نجيبو نكبروا العائله. الطفله كي تخرج من العائله راهي تنقص من العائله، كيما في الشيشان على بالك. الشيشان ما يحبوش، كون تجي تطبطب تقول له قول له اعطيني مليار درهم سلف لي، وما تقولوش اعطيني الناس. وبكري الديار ما فيهم لا ماء لا غاز لا تريسيتي ولا لا سينيسمو، على هذيك نلقاو بير محفور يداوي نرش وحده نقله باش ما يضيعوش الماء. بعد التوسعه والناس بنوا الديار بزاف، تعرفوا الحاله كيفاش راح تولي، ما بقاش مكان النخيل، بقات غير هذيك والنخله امام البير. راك تشوفوا هنا في المدخل هذا، هنا الناس وين يمشيو، لكن المدخل تاع الدار شوف كيفاش مداير جاي لتحت، والداخل كاين ثلاث منازل كامله. علاش في راك نداروا هذه الفتحه كيما هكا جايه لتحت؟ لانه هنا في الشتا يجي واحد البرد من ولايه الجلفه ولايه المجاوره من الجبال، فنزلوه لتحت الريح يفوت من هنا ما يدخلش عندهم الداخل. وفي الصيف تكون بارده، يعني نظام قوه باش يخليو مكان مهيئ للعيش، ما تبرد ما تسخن. قبل التاريخ الصحراء كانت بحر، هذا الروشيه تاع البحر، على هذيك الديار ما عندهم جي فونداسيون، راه سخيف في الصخره تاع البحر. الحجر يكون ب 8 سنتيم ضيق الفوق، وفي السومي يديروا الظهر الاحمر باش كي تصب الشباب ما يخشش الحيط. يعني لو يكون زلزال بعيد الشر دعوه هنا. هنا الحمد لله الزلزال ما كانش، زلزال هنايا مازال ما عندهم جي بيلي. هنا تلقاو هذا المتحف فيه الادوات اللي يستعملوهم هنايا بني مزاب. هادو هنا تاع النسيج، هادو هنا تاع الفلاحه، سلاح هادو المفاتيح اللي كانوا يستعملوهم في البيبان تاع ديارهم. هذا مفتاح ثاني شفتو قبل هذا، يكون فيه كروشي كل واحد والمفتاح تاعو، تدخل هنا كل واحد والميكانيزم تاعو اللي تحل وتغلق وتجبد وتعاود تسكر. شوفوا معايا هذا الكيل، هذا يوجدوا به السلع، هذا الكاشي تاع الجامع. كي تشوف الصاع هذا مكاشي تعرف بلي اغري من هيئه العزابه، واللي يستعملوه في المارشي، يعني يكون ما يفوتش على هيئه العزابه، ما يكونش في الكاشي وما يكونش معتمد فيه باش يوزنوه. هذو بزاف ادوات هنايا كانوا يستعملوها في التجاره تاعهم ومازالوا لحد الان يستعملوها، صح ولا مابقاش؟ كاين اللي ما يستعملو، كاين اللي ديسبارات دوكا، كاين ميزان الكتريك، كاين صح.
مثلا هذه غرفة تحضرها المرأة المزابية قبل الزواج، تحضر هذه الزرابة كاملين باش تجهزهم باش تحطهم في غرفتها. راح تحميكم كيما هكا، يعني هذه غرفة حقيقية بالأدوات تاعها بكل شيء. هنا مثلا تحط الحولي تاعها الكحول، هذه اسمها التكروايت. What do you think about Algeria? Like? It's very different from many of the North Africans okay. we've been. It's just different. Where are you heading to? Tlemcen and Oran, and then we go back to Algeria. Take care of them, huh? Okay. صح راكم تشوفوا هذه الصور تاع بني يزقن، هذا ممنوع عليك تلمسه. علاه؟ لانه محمي من طرف اليونسكو. علاه؟ باش يحافظوا على هذا التراث. شوف رانا طالعين دروك البرج، طلعوا البرج تاع المراقبه. شوف فيها نوافذ صغيره، كانوا بكري يستعملوا الحراسه باش يشوفوا واش راهو جاي واش مو جاي. شوف من هنايا كيفاش هما منا من الداخل يقدروا يشوفوا من برا، بصح من برا ما يقدروش يشوفوا. حجمها شبر، شايف الصور تاع بني يزقن. أروح تشوفوا واش كاين هنايا. قولي هوبا. شوف 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 الناس لتحت. روح من هي قصر مليكة، ومن هي قصر بونورا، وعلى 9 كيلومتر كاين قصر العطف، وهنا بني يزقن. بني يزقن مش نورمال مع الغروب من ورايا. هذه من افضل الزيارات تاعي للولايات الجزائريه. غردايه نقدر نعطيها 10 على 10 بلا ما نفكر. فماذا بينا كل مدينه في الجزائر قبل ما يبنيوها ولا قبل ما تتوسع مثلا احياء يتفاهموا على اللون موحد، على التصميم الهندسي موحد. المدن الساحليه عندهم ستايل تاعهم، المدن الصحراويه عندهم ستايل تاعهم، كل وحده تكون مميزه بتصميمها. نقدروا لها زعما، نقدروا لها سهله. حاجة عجبتك غردايا؟ ما شاء الله ما شاء الله، في واحد الراحة النفسية، تحس بطبيعة البنايات وطبيعة الناس. وزيارة المدن مثل هذه هي ثقافة إضافية، معلومات جديدة، لأن الشيء اللي سمعناه هنا كل مكان له عادات، وهذه هي الزاد الكبير تاع المجتمع الجزائري. يعني كل مجتمع عنده ثقافته وعنده تقاليده وعنده حاجات اللي تميزه. والشيء اللي استخلصته هنا في مدينة غردايا أنها الأصالة. صح، حتى بالنسبة للحيك اللي المرأة هنايا كان عام على الجزائريين. قسنطينة؟ لا ماشي غير قسنطينة، حتى في وهران، حتى في شلف، حتى في كل منطقة الجزائر. على خاطر الطفلة سن البلوغ دير الحيك، كي تكون ماهيش مزوجة تخلي وجهها محلول، كي تزوج دير بعوينة. تشوف غير عينيها. نعم، عين واحدة. تقدر تبدل بالعين، إلا تتعب بالعين اليسرى تتعب تاع اليمين، إلا تتعب اليمين تتعب بالعين اليسرى. ما يأثرش هذا عليها في النظر تاعها؟ ما يأثرش. سخانة في سخانة كانت هنا تلحق 50 درجة في الحيك. هنا خيرنا الحيك أبيض. ايه؟ هو تاع الصوف، هو الصوف يتنسش في وسط الدار. المنسج يتلبس في الصيف وفي الشتاء، السخانه يرد لي ريون صولاي. دوكا ولاو يحشموا بهاد الامور للاسف. للاسف رغم انها كانت جزء من ثقافتنا، فاحنا كل ولايه ماذا بينا يبينوا لنا هاد الثقافات، ما يندمجوش في الثقافات الاخرى، يقارديو هذيك الحاجه اللي عندهم وما يحشموش بها. يعني ولو تحشم بها خلاص يكونوا مثلا احنا بزاف ناس وكامل كيف كيف، واش منقول؟ وهنا نقول لكم باللي رحلتنا انتهت في بني يزقن الجميله واللي فيها راحه لا توصف. راني حاس روحي في مكان اصيل جدا جدا. شتي هذيك زعما تروح بلاد بعيده باش تحس احساس الاصاله تاع ذاك الشعب. هي هنا في غردايا. بعد ما شفنا قلب مدينه غردايا، الحلقه القادمه راح نشوف المدن المجاوره ليها كيف الثقافه فيها. اكتبوا لي في التعليقات واش تتوقعوا القصر الجاي راح نزوره. شاركوا الفيديو في كل مكان.